وش الحكمة من الصوم؟ وهذا مهم جدا يا أخواني، أن ندرك الحكمة من الصوم. الحكمة من الصوم يا أخوان ليست هي أن نجوع وأن نعطش أو نتعب ونشقى. الحكمة من الصوم بيّنها الله جل في علاه، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون. لعل هنا للتعليل أي لتتقوا. وش معناتها التقوى؟ التقوى سهلة، تمر علينا كثير كلمة التقوى في القرآن الكريم: إن الله يحب المتقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا من المحسنين مثلا، اتقوا الله أمر. والتقوى هي وصية الله الأولين والآخرين، أوصى بها الله أهل الإيمان من سبقنا من الأنبياء وأهل الإيمان، وأوصانا بها في كتابه جل في علاه. والتقوى معناها أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ستر، تجعل بينك وبين عذاب ربي شيئا يسترك من هذا العذاب. باش تدير هذا الستر هذا؟ من أي شيء مصنوع هذا الستر هذا؟ بفعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا قمت بأداء الواجبات ما فرض الله عليك وتركت المحرمات فأنت من المتقين، حتى لو ما درتش المستحبات. بالطبع التقوى مراتب، كلما زدت المستحباتك ازداد تقوى، بصح لو درت غير الواجبات وتركت المحرمات فأنت من المتقين. فإذا كنت من المتقين، فإذا حققت التقوى خلاص، فأنت من أولياء الله الصالحين. ربي يقول في القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وربي قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، تنال كل هذه البركات. ثم أعلم بارك الله فيك بأن التقوى هي ثمرة كل عبادة شرعها الله. في الصلاة ربي قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذه تقوى، صح ولا لا؟ في الزكاة ربي قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. زكاة القلب وهي التقوى. وهكذا سائر العبادات، كل العبادات يا أخواني شرعها الله لثمرة وهي تحصيل تقوى الله، أننا نرتقي في هذا السلم العظيم، نترقى شيئا فشيئا حتى نحصل هذا المرتبة العظيمة جدا. كذلك من ثمر من الحكم في الصوم أن الإنسان يروض نفسه. مش معنى يروض نفسه؟ يدربها. لأن الصوم يا أخواني شهر رمضان في الحقيقة كدورة، يمكن نشبهه كدورة تدريبية تتدرب فيها على ماذا؟ على تقوى الله. شوف، يتدرب الإنسان فيها على ترك الشهوات، مع أنها مباحة، شهوة الأكل، شهوة الشراب، شهوة المنكح، هذه في الأصل مباحة ولا غير مباحة؟ مباحة. في رمضان أنت تدرب نفسك على أنك تستقل عنها شيئا ما في وقت محدد، واضح لإخواني؟ تتدرب في رمضان كذلك على ترك الموبقات، ترك المعاصي، وإن كانت المعاصي حتى في كل عام محرمة، ولكن في رمضان أشد، لأن ربي في الحديث القدسي وش يقول؟ يقول: الصوم جنة. أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الصوم جنة، في الصحيحين قال: فإذا كان صوم أحدكم فلا يجهل ولا يصخب ولا يرفث، فإن سابه أحد فليقل: إني صائم، مرتين: إني صائم، إني صائم. شوف، قال: إذا كان الصوم جنة، وش معنى جنة؟ كما قلنا وقاية. إذا صمت فإنك تحمي نفسك من الآثام، تحمي نفسك من الشرور، تحمي نفسك من المعاصي، إنك تقول: أنا صائم، ما نقدرش ندير هذه، من فسد الصيام تاعي، الكذب، تترك الكذب، تترك الغش، تترك الخيانة، تترك الغيبة، تترك النميمة، تترك السباب، تتسقم أحوالك، صح ولا لا؟ تحرص على أنك صيامك يكون محفوظ. كذلك هو الصيام جنة، لأنه يقيك النار يوم القيامة. ولذلك قال بعض، كما جاء في بعض الأحاديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصوم جنة فلا تخرقه بالغيبة، لأن الغيبة من المعاصي بل من الكبائر.
فإذا كان الصيام هذا هو الذي يسترك من النار وأنت كثرت من المعاصي، تكثر الثقوب فذاك الستر لما تذكر تكثر، وإذا كثرت الثقوب هل الساتر هذا سيسترك ولا خلاص يولي ما عنده حتى قيمة؟ يولي عدم وجوده كعدمه. تصور أنت هذاك المحارب اللي قاتل قديما كانوا عندهم البكرية هذاك اللي حطوه في يدهم يتقون به الضربات تاع السيوف، لو كان هذاك الدرع هذاك معمر بالثقوب ينفع أن المحارب يستعمله؟ ما ينفع، يمكن السهام كلها تدخل. كذلك الصوم هذا هو جنة، هو ساتر يسترك يحميك، فإذا أنت كثرت الثقاب فيه، كثرت من المعاصي فيه، صار ما له قيمة، صار لا يحمي. واضح لإخواني المقصود من هذا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام، قال فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث، ما يقولش كلام العيب، ولا يصخب، ما يرفع صوته، ولا يجهل أي بالمعاصي عموما. وقال عليه الصلاة والسلام، قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأنه هذا هو الصوم الحقيقي. الصوم الحقيقي أن تصوم جوارحك عن المعاصي، أن تصوم جوارحك عن الآثام. فإذا كنت تصوم عن الطعام والشرب وهو في أصله مباح، ثم تروح تغتاب ولا تكذب ولا تغش ولا تشهد شهادة زور ولا تظلم أو تسرق، فإنك لم تصم. ولذلك جاء في الحديث الآخر الصحيح، قال لي قال عليه الصلاة والسلام ليس الصيام من الطعام والشراب. يعني الصوم الحقيقي ليس هو أنك تترك الطعام والشراب، المأكل والشراب، سواء ماء ولا عصير ولا غير. الصوم الحقيقي قال وإنما الصوم من اللغو والرفث، هذا هو الصوم الحقيقي، أنك تترك المعاصي، تتنزه عن المعاصي. على كل حال هذه أعظم حكمة للصوم. ولذلك ليس من المعقول يا أخي أنك تصوم عن الطعام والشراب اللي هو حلال وحتفطر عليه أنت بعدين في المغرب، ثم يومك كامل وأنت في المعاصي، نظر إلى المحرمات، تتبع للعورات، كذب، غيبة، نميمة، غش في المعاملة، خداع، تهاون في أداء العمل، وهذا من الغش كذلك. لما إنسان مفروض يخدم 8 حتى 4 توصل الزوج يهرب، ولا مفروض يبدأ 8 يبدأ هو على 10 ويقول صاحبه ما تنساش كي توصل بوانتي، ويجي فرحان، والبارح كنت نقوم الليل لا غدرنا التهجد. هذا أقل، هذا يعني. يروح يدير التهجد، تهجد وشو؟ نافلة تطوع. وبعدين الصباح وش يدير؟ يبزقها كما يقولوا، يهردها كامل، يبدأ الصباح تاعه بالمعصية بالغش، بوينتي ولي كنت نصلي في الليل، ما تصليش، ارقد، اشبع نوم واروح صباح في الوقت، وإلا ادي كونجي يا أخي، ادي عطلة وقول لهم أنا رمضان دع العبادة ما نجيش نخدم، ماشي لا لا رمضان مليح خاطر الخدمة ما كاش بزاف ونقدروا نسكيفيو. شوف هكذا دار البرنامج تاع رمضان بلي الصباح يبدا على 10 ويخرج على الزوج، ومن بعد يقول انا صايم. شنو صيامك تصوم بالله عليك؟ نعم صمت، هذا كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث، كما قال صام من الطعام والشراب، ولكن هل صام من اللغو والرفث؟ ما صام. ومن بعد يجي في الليل يصلي يزاحم ويقرا قران ويخشع خشوع الكاذب، لانه حقيقه لو كان يعظم ربي حقيقه ما يمكن يدير معصية كبيرة ويحوس لي على التطوع، معقول؟ هذا كل واحد حب يدير الخير بصح وش دار؟ ريب مدينة كامل باش يدير وشو؟ باش يبني فيلا. ريب قجام مدينة بلاد كامل هدمها. قالوا له وعلاش؟ قالوا احنا بني هذه الفيلا هذه. فيلا شحال فيها؟ قال لك فيها 5 بياسات، هذا ما كان. ولاش تهدم ملايين ولا آلاف تاع السكنات يعني؟ كيف كيفها؟ يقوم الليل ويسهر في الليل باش الصباح يديرها كبيرة قدنا. لأنه لما تغيب من الخدمة وأنت كاذب، وش جمعت؟ جمعت الكذب صح ولا لا؟ هذه واحدة. جمعت الغش صح ولا لا؟ لأن قلت له بوانتيني صح لا. ثم جمعت ماذا؟ تعطيل مصالح المسلمين، الملفات اللي المفروض تقضيهم في ذاك النهار تنتهي منهم، وش حيبقوا؟ حيتخلفوا صح ولا لا؟ تعطلت الناس ولا تعطلتش؟ تعطلت. على كل احنا عبالنا في بلادنا بلي بحر عليهم، خليه واش يعني كي تقع كي تصبر يومين 3 ايام وحتموت؟ عبالنا الحكايه هذه يا رجال،
وبعض الناس يموتوا على كل حال. المهم زيد وش يجمع كذلك؟ يأكل مال حرام، لأنه سينزل في آخر الشهر ينزل الراتب تاعه وقد أخذ أجرة على عمل لم يؤديه، حسبوا له 8 ساعات هو في الحقيقة شحال خدم؟ إذا حلبنا له وطلعنا له 4 ساعات يجرنا ما شاء الله، صح ولا لا؟ لا. وهذا كله ينقص الصوم، بل ربما مثل هذا الإنسان يأتي يوم القيامة يا رب يقول راح انتهى سيئاتك أكبر من حسناتك، وش نعطيه لك؟ راحت. وإذا الإنسان دائم بالعكس سنحرص يؤدي عمله كما ينبغي. طيب كذلك من الحكم في الصوم أن الإنسان لما يجوع ويعطش يتذكر إخوانه الفقراء والمحتاجين ممن لا يجدون كفايتهم أو ممن لا يجدون شيئا، لأن بعض الناس خلاص يظن بأنه يأكل ويشرب كما بعض الناس يقول لك، يقول لك دوك أنت راك تحسب هذوما اللي راهم يطلبوا عندك ما عندهمش؟ كاع عندهم، كاع عندهم، راهم يفيسوا. هذا بعض الناس بخيل، هو ما يحبش يمد في يفسدها على هذوك المساكن. بالعكس أنت ما تدري عن هؤلاء الناس. فالمقصود من هذا الإنسان لما يشوف، وعلى كل حال يبغى يشوف حقيقة المحتاجين، روح للسوق تاع الخضار وروح ورا السوق خلف السوق، وروح شوف هذاك وين يرميو الخضارين، يرميو البقايا تاع الخضار والفواكه، ولما تشوف انك ناس كبار في السن كيفاش يرفدوا هذيك الخضار هذيك باش تعرف الناس من هي تاكل. المقصود من هذا حتى يرق قلبك وتلتفت لهؤلاء. لما تجي في دارك وتجي تبقى بقية تاع طعام وتشوف وليدك حيرميها في الزبل، ولا مرتك حترميها في الزبل، ولا بنتك حترميها في الزبل، تقول حبس ستوب. وعلاش؟ الناس ما لقاوش ياكلوا، واضح ولا لا؟ طيب يا اخواني على بالي بلي دوكا بعض الناس ولا شغل كي القور كي يكمل الماكلة تاعو الصحن تاعو ديك في الزبل. او كان يحكي لي دوكا واحد مطعم زعما حاسب روحه من حبس بك ندير عليها على كل حال، كشم يقول لك دير موفيس بليسيتي عليا، ولا كون فضحت يما دوكا على كل حال. يقول للخدامين كي تبقى ماكلة اولا قال لهم ما تاكلوهاش، على بلاش اسكو خايف عليهم بالك هذوك الزباين تاعو مراض كي يخليو ماكله، خايف هو على الخدامين تاعو كش ما ياكلوا يديو العدوى تاع ناس كاش انسان مريض. اذا كان بهذا النيه هذه على كل حال كثر خيرك، بصح لا تبين بلي السيد شهاده اخرى ما تاكلوهاش وزيد ارميوها في الزبل، ارميوها مع كل الزباله تسمى العلب تاع البلاستيك، الكيسان، المناديل، الصبابط، حط كلش الداخل. ويحدثني الاخر يقول لي انه يقول لي بالله عليك ترمى الطعام، وبعدين قال لي مره خرج من الاكياس قال لي في جيب واحد هذوك المساكين هذوك اللي ما عندوش سكن ولا شيء يسميوه اسدياف كما قال لك. المهم ربي يغنيهم ويغنينا جميعا. يجي يحوس في الكيس، يا اخي وعلاش ما ترفدش الطعام تحطه بجنب وتكرمه هذا العبد هذا وتقول له هاك، او تحط علب تجمع الطعام تاع كاع اللي يبقى هذاك وتحط علب عوض تخليه يروح يحوس في الزبل، قول له اروح يا فلان، اروح يا عمي، اروح يا عبد الله ما باليش، قل له هاك هاك اديه، لا رمي في الزبل ممنوع، بلك نشوف واحد ياكل منه. وش من قلوب هذه؟ قال لك خاطر احنا مطعم الطوب. نعم كان الطوب هاكا وكان الطوب اللي بالتحت، عرف صح ولا لا؟ كيما كري قال له بابا، قال له شحال جيت؟ قالوا انا الاول، قالوا بصح من التحت هكذا هما اللونين طوب بصح لتحت صلى عافية. على كل حال هذه بعض الحكم من الصوم. كذلك يا اخواني من الحكم ان الطعام يا اخوان، كثرة الطعام والشراب يا اخوان هذه تفسد القلب، الانغماس في الشهوات مما يفسد القلب ويقسيه. ولذلك شوفوا الانسان لما يكون يصوم يريق قلبه، شوفوا في الايام الاولى تاع رمضان ممكن الانسان ما يحسلهاش، بصح لاحظ نفسك، لاحظ قلبك، فتش في قلبك، فتش في نفسك لما ينتصف عليك شهر رمضان، لما في آخر رمضان. بالطبع هذا الإنسان اللي صوم كما أمره الله، ماشي اللي صوم هذاك كما قلنا صوم الصيام تاع ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة، هذا ما كان والو. هذا ستجد فرقا، تجد رقة في قلبك، تجد لينا في قلبك، تجد في قلبك قربا من الآخرة، حبا لله، حبا للخير، حبا لفعل الخير، حبا للإحسان إلى الناس.
لأنه هذا هو حقيقة وثمرة الصوم.